قضيت وقتا طويلا. هل طال انتظارك يا معلمتي؟ إنني لا أنتظر الرجال، تبدو متعبا. مغامرة صغيرة سوف تريحني. ما الأخبار؟ علي يرى أن الوقت مناسب للهجوم على القصر، العيون مشتتة والناس منقسمون. كيف انقسموا؟ يزعم بعضهم أن الخليفة الجديد قد سلب عرش أبي عبد الله ابن المتوكل. ماذا تعرف عنه؟ القليل، لقد كان في القصر آنذاك في الليلة التي قضى أبوه، الليلة التي فتحت فيها ذلك الصندوق. أيتها المعلمة، هل عرفنا أي معلومات بشأن الغرض الذي بداخله؟ لما تسأل؟ يبدو من المخجل أننا لا نعرف إلا قليلاً عن شيء يقدره التنظيم كثيراً. ألا ينبغي أن نسعى إلى معرفة أعدائنا أفضل للتغلب عليهم؟ مرحباً يا باسم، هل قطعت حديثكما؟ لا، يجب أن ننشغل بالمهمة الحالية. بالتأكيد، أبو عبد الله أخبرتني رفقة أنك التقيت بأمه قبيحة. بالفعل، أظنها قد تكون الأولى بين خصومنا، هي أو عريب المأمونية أو الوالي محمد. كان لدى ثلاثتهم روابط مع أعدائنا. محمد بن طاهر يحكم أبناء عمومته الأرض التي تستقر فيها ألموت. حمايتهم هي كل ما يحفظنا من أعدائنا. سأقطع أرجل أعدائنا من تحتهم يا معلمتي، دعيني أهجم وأطرافهم دامية، سأكشف عنهم القناع وأعرف نياتهم. باسم محق، لابد أن نتصرف بسرعة. اذهب إلى المدينة المدورة وتحرى عن ثلاثتهم، ولا تتخذ أي خطوة، ووافني بالأخبار أعلى بيت ديوان الخاتم. سياسي ومحضية، سأعرف قريباً أيهم يرتدي القناع. فلان مكتشف الحقائق وجوابي عن كل سؤال. بما أخدمك يا باسم؟ حدثني عن عريب، كانت عباراتها بمنزلة كتاب مقدس لأعضاء التنظيم. نالت الأديبة والشاعرة الموهوبة عريب حريتها بمهارتها. يخبرني تبد أنها تمتلك منزلاً فخماً في المدينة المدورة. هل من شيء آخر؟ ماذا تعرف عن قبيحة؟ لقد كانت لديها روابط مع الخازنة. ولدت قبيحة أمة ونشأت لتصبح محظية المتوكل المفضلة بين الحريم، لكن ابنها لم يتولى الخلافة، ما يترك مستقبلها غامضا. هل من شيء آخر؟ حدثني عن الوالي، لقد رأيته يصدر أوامر لوصيف التركي. محمد واحد من الطاهريين، وهم نواب الخليفة الأقوياء في بلاد الفرس. إنه يتحكم في بغداد كلها من مقعده. هل من شيء آخر؟ أين نعثر على الذين نشك بهم؟ يعيش ثلاثتهم داخل حدود المدينة المدورة المجيدة، مركز قوة الخلافة العباسية. هل من شيء آخر؟ شكراً يا فولاذ. Thank you.
قال والدي ذات مرة: لتعرف معدن رجل؟ اسأل أولئك الذين يعملون تحت إمرته، لابد أن هؤلاء القضاة يعرفون الوالي أفضل من سواه. حاكم المظالم أخبر درويش ذات مرة أنها حيث يرفع عامة الشعب شكواه عندما لا. حاكم المظالم قريبا أخبرني درويش ذات مرة أنها حيث يرفع عامة الشعب شكواهم عندما لا تطبق العدالة. تحياتي يا سيدي، أود أن أطرح عليك بعض الأسئلة عن الوالي محمد بن طاهر. لا أتقاضى أجراً لأجيب عن الأسئلة، فلتجعل هذا جديراً بوقتي، خلاف ذلك أتقبل هذه العملة كعربون تقدير من رجل متواضع؟ أقبل كبداية. أسعى للعدالة وليس إلى عرقلتها، إليك أموالك. الآن ماذا تعرف عن الوالي؟ إنه مهاب موقر يكرس نفسه لسيادة القانون والنظام. أذلك كل ما تعرفه؟ إنك تعمل هنا لمحمد بن طاهر حجرة في المحاكم، في محاكم الشرطة وليس المظالم، لكن له جواسيس هنا بالفعل، يهرول أحدهم إلى حجرته ظهيرة كل يوم. يمكن لذلك الرسول أن يرشدني إلى حجرة الوالي والأسرار التي يواريها هناك. ما كل ذلك إذن؟ لننظر على نطاق أوسع. لا تذهب إلى هناك يا إنكيلو. أنت اكبح جماحك. سامحني يا إنكيدو، لقد وضعتك في طريق الأذى. أرني الطريق أمامنا. فقدت أثرك. أمرك يا سيدي. ما
أنت أنك ستهرب مني؟ طالما حذرني درويش من أنني سأساق إلى الشرطة، كان يظن أنني سأسير إليهم بإرادتي. إلى عبد الله من قبل سيعجبك، لديه أرض قبالة طريق الكوفة فيها نخيل للاستغلال. انطلق يا إنك. إنهم حذرون، من الأفضل ألا تذهب الآن يا إنك. من ارتداء الحرير. ماذا؟ أنت موجود هنا؟ هذا ما يمكننا فعله لمنع الاضطرابات. الوالي لديه خطة وسيجتاز هذه العاصفة. حجرة محمد بن طاهر أخيراً. يتعهد أبو عبد الله بالولاء للخليفة وأنه لن يسعى للحصول على العرش. رجل يتلاعب بالأقوياء ويسعى للقضاء على المستترين في ألموت. رأيت ما يكفي. المحيط والصحارى والأفعوان والطير، يبدو أنه محب لعريب الشاعرة. أخبر أسيادك أني صنعت نسخا، مزق الورقة وانحر عنقي، سيبقى اتفاقنا. أسيادي؟ العصابة المقنعة، تنظيم ال... لا أكترث، ألست في خدمتهم؟ ألست أنت في خدمتهم؟ إنني في خدمة الخلافة، في خدمة الله، وأفعل ذلك دون إخفاء وجهي. والآن اسمح لي. لما كنت تصدر أوامر لوصيف التركي، عضو التنظيم؟ كان الغاشم يثير ألف متمرد، من حسن حظي أن أحداً أزح عني عناء القضاء عليه. سمعت أنه مستتر. هل أنت من يجب علي شكره؟ قرأت رسائلك، أجبرت أقاربك على رفع حمايتهم عن ألموت.
قد اعتنى إلى الأعداء واشتريت السلام لبغداد. لقد وصلت بنفسك إلى عقد الشراء. يمين ولاء أبي عبد الله، ما علاقته بالأمر؟ كان طموحه تمزيق الخلافة. عرضت ألموت على التنظيم فأكدوا أنه لن يمثل أي تهديد بعد الآن. إذن لتمسك بثعلب أطلقت ذئبا؟ سيشعل التنظيم النيران ببغداد أيها الوالي، سيدينك التاريخ لما فعلت. فليشنقني التاريخ لذلك. سأرحل عن هذا العالم وأنا أعلم أن هناك شجاعة في المساومة. وهناك جبن أيضا. كم عمرك؟ 20؟ كنت في مثل سنك عندما أتيت إلى هذه المدينة صالحا فوق كل الشبهات. ماذا جرى؟ كبرت؟ إذا أردت حقا أن تحمي ألموت وجه ذلك النصل إلى أعدائك. أخبرني باسمه، ذلك الشخص الذي توسط لعقد الاتفاق. يمكنني فعل ذلك، لكن إذا أخفقت سأموت وأنا لا أفضل ذلك. والآن علي إنجاز بعض الأمور، لا ضغائن بيننا. يا حراس، ينتهي اليوم إذن بهروب من الشرطة. إلى الوالي. ماذا كان ذلك؟ جاء الصوت من دومة القاش. تأهب. ماذا إذا؟ ما الذي؟ لا تحدثوا جلبا. مع أو ضد، الوالي محمد ليس صديقاً للمستترين. لقد بالغوا كثيراً في قالوا إن هناك مئات من الحريم منعزلات ومحجوبات عن أبصار الرجال. قد يكون هذا المكان أشد سرية من ألموت. ماذا ترى يا صديقي؟ يقال إنه لا يسمح لرجل بدخول الحريم ما لم يكن خصياً أو الخليفة نفسه، ولست أيهما، لذا قد يكون هذا الأمر مشوقا. لا تفكر حتى في ذلك، واصل السير. كان ذلك ودودا، سأضطر إلى اكتشاف طريقة أخرى للدخول. يضمحل نفوذها ويتضاءل أتباعها مع الأيام. قبيحة امرأة عظيمة يا فرح. كانت كذلك حينما كان المتوكل حيا، لكن ابنها لم يخلفه وقد أذن وقتها وولى. عند انحسار المد أستنجرفين معه إلى البحر؟ لا أحب الانخراط في السياسة يا نسرين. بحقك، نحن نعرف حقيقتك. كفى، سيصل الخصيان الجدد في أي لحظة. استقبليهم عند البوابة يا ماكرة ولا تفسد الأمر. تعالي يا نسرين. خ...
خدم جدد يعني وجوها جديدة داخل الحريم. زي الخصيان سيمكنني من الاندساس بينهم. يبدو ذلك الزي مناسبا تماما. من المؤسف أن هناك من يرتديه بالفعل. لنبعدك عن الطريق فحسب. حان وقت الاستفادة من هذا الزي. ضيق بعض الشيء حول الصدر والبطن. سينجح هذا فيما آمل. تمهل. هل أعرفك؟ لا أظن ذلك. إنه يومي الأول وأكره أن أتأخر. ماكرة، السلام عليكم. أتعرفينه ماكرة؟ أنا. ماذا؟ هل نسيتني بهذه السرعة؟ لا أنا آسفة، لقد مر وقت طويل. لا بأس بذلك أيتها الحسناء، يسهل نسيان وجهي على عكس وجهك. فرح تنتظر وصولي. بيني وبينك إنها ترعبني. من فضلك لا تجعليني أتأخر عليها. دعه يدخل يا عباس. بارك الله فيك يا سيدتي. أركسس بويسون إفارة ثاينة إكسل. بدلي ذلك إغريقيا. قل لي ماذا تفعل؟ ماكرة، كنت فقط تقتحم حجرة قبيحة؟ أنت لست خصيا. ارحلي الآن وإلا سأخبر نسرين، سأخبر فرح. بما ستخبرينهن؟ أنك سمحت لي بالدخول هنا؟ لا يمكنني تخيل أن معرفة ذلك ستسرهن. أنت كهرمانة صحيح؟ تلبين حاجات المحظيات كلها. متى كانت آخر مرة سألك شخص عما تحتاجين إليه؟ شخص لن يقيمك، شخص يمكنك نسيان أنه كان هنا من الأساس. لابد أن هناك ما تحتاجين إليه يا ماكرة، أو تريدينه. هناك شيء، عباس الذي عند البوابة. إنه منجذب إلى فرح، أم الولد، ولا يلتفت إلي. لكن فرح تستعمل طلاءً لتكبير عينيها، وإن أمكنني الحصول على بعض منه. أظن أن عباس قد... لا تكملي. لبيك وسعديك. أين يمكنني العثور على هذا الطلاء؟ في غرفة التخزين، لكن غير مسموح لأحد بدخولها سوى نسرين. فرح تأتمنها على كل شيء، حتى جرعتها السحرية. لدى فرح جرعة سحرية؟ تحتفظ بها مع نسرين وتخبرها عندما تريد رشفة. إنها تجعل رائحة أنفاسها كريهة، ومع ذلك سأمنح أي شيء لأجربها بنفسي. وسأحقق لك طلبك. وفي المقابل يا ماكرة، ماذا ستمنحينني؟ مفتاح تلك الحجرة. طلاء للعين وجرعة سحرية. أمنياتك أوامر. طلاء للعين وجرعة سحرية. حقا؟ Thank you.
تساهم العيون الواسعة في تنكري. لا، ركز يا باسم، أنت بحاجة إلى ذلك المفتاح. ما هذه الجرعة السحرية على أي حال؟ فهمت، مسكرات. تفضلي. أوه، شكرا لك. يقال إنني أصغر من أن أستخدم الطلاء والجرعات، لكنني كبيرة بما يكفي لمعرفة سبب استخدامها. بالتأكيد لا. الآن أين المفتاح؟ يعرفن أكثر مني لأنهن قرأن جميعا كتاب الحديقة وأسرارها. إنه عن الأحياء والجسد وأسراره. كتاب مشين، هل قرأته؟ لا. تخفيه فرح في مهجع الخليفة، إنه على السطح وممنوع منعاً باتاً. ماكرة، لقد كان بيننا اتفاق. أرجوك، لو أمكنك فقط الحصول على الكتاب وإحضاره إلى غرفتي، إنه في الركن الشرقي إلى اليسار. حسناً، لكن حينئذ سأخذ المفتاح. طلاء، جرعة، الآن كتب خليعة. أردت التظاهر بأنني خادم، لا أن أكون بالفعل خادماً. سيدي، هل أنت تائه؟ لا يمكنك التواجد هنا. إنه مخدع يناسب خليفة. الحديقة وأسرارها، عنوان قليل الإثارة. أظن أن ذلك كان الغرض. طموح أبي عبد الله لا حدود له. لا يمكن. أنت ربما كانت تتساهل قبيحة بشأن التأخير، لكني لست مثلها. آسف يا فرح، لن يتكرر ذلك مرة أخرى. فرح، على مثلك منادى. هاكي، استمتعي. أتمنى ألا تختلق أي مهام أخرى. أعتقد أنني جعلت منها وحشا. الكتاب في غرفتك الآن. إذن هل تبدو عيناي أكبر؟ ضخمة. ماكرة، أحتاج إلى المفتاح. إن هذه الجرعة تمنحك ثقة في النفس. أشعر أنني أستطيع مواجهة العالم. أجل، إنني على دراية بهذه الجرعة. كان بيننا اتفاق يا ماكرة. أعطيني المفتاح الآن. مهلا،
عليك إعادة الجرعة إلى نسرين. إذا اكتشفت فرح أنها مفقودة فستشتعل غضبا، حينئذ سأعطيك المفتاح، أقسم لك. حسنا، اشربي بعض الماء عندما أذهب، هل لا تفعلين؟ إنها المرة الأخيرة يا باسم، ضع حدا للأمر. عدت إلى مكانك، أعيدت الجرعة إلى مكانها، كل شيء على ما يرام. لنحصل الآن على ذلك المفتاح من ماكرة، ولو اضطررت إلى انتزاعه من يديها. توقيت مثالي، أحتاج إلى رأي صادق في قصيدتي. لدي مشكلة مع المقطع 23. ما معنى مقطع؟ لا عليك جاهل. انتهى الأمر، اكتفيت. شكرا لك، هذا غريب، أعاني صداع بعض الشيء، ما العمل الآن؟ ستعطيني المفتاح. نعم صحيح. ليس معك، أخائفة من قبيحة؟ ما الخط؟ لا لا، لقد أفل نجمها، يقول الجميع ذلك. كنت فقط، لقد كنت أستمتع بوقتي. ها هو، تفضل. أخيرا، لنعثر على أجوبة الآن. أتذكر هذا العطر، شممته في البازار وربما داخل الحريم، لكن من كان يضعه؟ كتاب موقع لقصائد عري، المحيط والصحارى والأفعوان والطير، خريطة الخلافة وألموت. دبوس شعر نينغ، متى حصلت قبيحة عليه؟ الغرفة على فخامتها فارغة، تبدو كأن أشياءها مفقودة، بما في ذلك قبيحة نفسها. ما الذي حدث؟ لقد تسممت فرح، شيء في شرابها. ما هذا؟ ماذا ناولتها؟ إنها تشرب منه دائماً، وطلبت مني أن أعطيها إياه، إنه غير ضار. هذا غير ضار؟ غادر حالاً، أعطني المفتاح. ماذا حل بها؟ أنا لم يكن يجدر بك أن تعطيني تلك القنينة. سأفتش الغرف، أنت تعالي معي. أنا لم أفعل شيئاً، لم أوذيها. ماذا فعلت؟ اهدأ، لن ينشغلوا بنا، سيهتمون بالكتاب الذي سيعثرون عليه في غرفة نسرين. غرفة نسرين؟ الحديقة وأسرى. ما هذا؟ ماذا ناولتها؟ إنها تشرب منه دائماً، وطلبت مني أن أعطيها إياه، إنه غير ضار. هذا غير ضار؟ غادر حالاً، أعطني المفتاح. ماذا حل بها؟ أنا لم يكن يجدر بك أن تعطيني تلك القنينة. سأفتش الغرف، أنت تعالي معي. أنا لم أفعل شيئاً، لم أوذيها. ماذا فعلت؟ اهدأ، لن ينشغلوا بنا، سيهتمون بالكتاب الذي سيعثرون عليه في غرفة نسرين. غرفة نسرين؟ الحديقة وأسرارها، ليس كتاباً خليعاً، بل دراسة للأعشاب الطبيعية وخصائصها الطبية والسامة والتجميلية. ست الحسن، عنب الثعلب المميت، تجعل العيون جميلة إذا تناولت جرعات صغيرة. مؤسف أنني أهدرتها كلها عليها.
ماذا؟ لقد رأيتهما فرح ونسرين، وهما تسممان آذان الجميع وتنشران الأكاذيب والشائعات بشأن سيدتي قبيحة. ماتت واحدة ولحق العار بالأخرى، لن يسمعهما أحد الآن. يا سعلاء، ماذا تكونين؟ مخلصة، أحمي عرش قبيحة في غيابها ممن يريد أن يحل محلها. حجرتها خالية، لقد تخلت عنك يا ماكرة، إنك تخدمين سيدة خائنة. سوف تعود من القصر عندما يزول الخطر. كان عليك ألا تخبريني بذلك حقا. لن يغير هذا شيئا، لن تعثر عليها أبدا. الآن أحسن التصرف، يوجد أطفال هنا. زي جميل بالمناسبة، يليق بك. لا يمكنني فعل شيء لفرح، لكن إذا كانت قبيحة هي زعيمة التنظيم، ما زال بإمكاني حماية الذين لم تعذبهم بعد. من بيوت جميلة شتان بينها وبين أحياء الأنبار الفقيرة. أحتاج إلى مساعدتك. نأمل أن تكون بالبيت. لن تمنع عني ضيوفي، هذا منزلي. وقد اشتريته بكرمي. اشتريته بعبقريتي. للعملات والمزايا والإهداءات الشخصية ستجد السيدة عريب في الحديقة بعد إنشادها. طاب يومك. لابد أنك راعيها. تشرفت بلقائك يا سيدي، إن جاز لي أسعى إلى مقابلة شخصية مع الشاعرة. حقا لقد تأثرت بما يعجز الكلام عن وصفه بكلماتها. السماء والبحر منسجمان، لا أتمنى سوى التعبير عن خالص إعجابي. كلمات جميلة بقدر كلماتها وزائفة بالقدر نفسه، كلانا يعرف القناع الذي ترتديه، أليس كذلك؟ قناع يا سيدي؟ كف عن مناداتي سيدي، أعرف ما أنت وأعرف سبب مجيئك. أظننتني لم أرك وأنت تتسلل في الظلال؟ إنها لم تعد طرفاً في مؤامراتكم واجتماعاتكم السرية وأسمائكم المستعارة، خلصتها من كل ذلك. لقد وضعت حراسة على بابها ولازمها رجالي في إنشادها، ومزقت كل خطاباتكم أو أعدت إرسالها إلى أصحابها. أعدت إرسالها؟ ستعثر عليها مكومة في ديوان البريد. احرقها، ادفنها، افعل ما بدا لك، اختنق بها إذا شئت فلن أبالي. أسماء مستعارة غبية، اجتماعات سرية، ربما كان يظن الراعي أنني عضو في تنظيم القدماء. قد تكشف لي أكوام الخطابات في ديوان البريد ما هو أكثر. لنرى أي قناع ترتدين يا شاعرة. ديوان البريد، سأفعل كما تفعل عموما، التدخل في بريد الغرباء وتتبع المؤامرات. Thank you.
ريحانة. ماذا؟ من رمى ذلك؟ لابد أن هنا بريدا من كل ركن من أركان الخلافة. لنعثر الآن على بريد عري. يرجى العلم بتأخرك عن سداد 15 دينارا المستحقة، ويجب أن لا محبوبتي عريب، أشعارك قد لمست وجداني بعمق. إنك واحة الخصبة ويا للقرف. بعدما يتقطر العسل من شفتيها، يغادر الثعلب الحديقة ويتبع الفأر. مراسلات سرية بين التنظيم، شعر ركيك، قليل من الأمرين. قد تكون عريب هي الثعلب. تحدث الراعي عن إنشاد في الحدائق. يمكنني إعطاء عريب هذا الخطاب وأرى إلى أين ستقودني الثعلبة. ما لم تسكتي عن أغانيك الآثمة سأخرسك. كم هذا لطيف. التالي: أبو عبد الله هو الخليفة الحقيقي وسيسترد عرشه المسلوب قريبا. سأترك هذا لعيون الخليفة. سأذهب إلى الحديقة وأعطي الثعلب خطابها وأتبعها حيث تذهب. سيحلو بي متى عصر واسفعك صحراء، لهيبك مثل الماء حين يصفى. إلدغ كأفا، إن كنت في صدري فستودع إبنتك. حلق كطير، إنما أوجب لعشي عندك. أينما وليت في إثرك أذهب. حيثما ترتاح أرتاح وأطرح. إذا كانت لحفاظي على الآداب العامة فأنا أعتقد أنها شيئا ما تفعله. كن محيطا أو صحاري أفعوانا، طيرا إذا ما شئت أو ما كان، لا أكف العمر عن ضمك أنا. هل التقينا من قبل؟ تعال لا تخجل، نادرا ما أعض ولا أترك علامة. العامة لا يكفون عن اقتحام الحياة الخاصة. كيف عثرت على ذلك الخطاب؟ من حملك على هذا؟ إنني أعمل في الظلام لخدمة النور. لقد التقيت بمن يخدمون النور، بهاؤه يعمي أبصارهم. هل معلموك متعثرون إلى هذا الحد؟ لقد أنذرتك أيها الوغد. تعال يا عريب، لن نجعل سيرتنا على كل لسان. لسانك هو الذي لا يسكت نفسه حتى عندما أتوسل إليه بالصمت. إنك تنبذين مشورة من رباك، ولولاه لم يكن لك أي شأن. لقد أنشأت نفسي، ألفت نفسي، كتبت نفسي في صفحات التاريخ، وقد طردتك من صفحاتي، فانصرف الآن. كيف أتركك لهؤلاء الذئاب؟ إنك امرأة بمفردها غير مسلحة. الكلمات أسلحة الكافية. لنرى كيف ستدافع عنك إذن. خذوها. يتعين على السيدة الذهاب إلى مكان ما وأنت تؤخرها.
بوسع الكلمات استدعاء الوقاية. سنحتاج إلى إنهاء الأمر بسرعة. غادرت عريب إلى اجتماعها السري، يجب أن أسرع. الخطاب قد أمر الثعلب بمغادرة الحديقة واتباع الفأر. ربما لم أفقد أثر عريب بعد. إلى أي مدى سيلوذ الثعلب بالفرار؟ هو فأر مطلي آخر. فتات آخر لأربعة. سئمت من هذه المطاردة. لقد نسي الناس. أنت اكبح جماحك. أيها المجنون انتبه لنفسك. استمعت بصدق الجرس عنيف آخر. ما مشكلة يجب أن يتطور. في بروبلم آيكي ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ اشكيه أمام محكمة المظالم. لكنه لا يفكر إلا في سمعتي يا سارة. لتأمين النجاح لابد أن أكون مستساغة وألزم الصمت. إنه يخشى من غطرستي. أنت مستحيل. أكتب أن الحب جامح وحر، غير مقيد بأحكام أو قوانين. ألا ينبغي لي ممارسة ما أنشره؟ الممارسة تحقق الإتقان، لكنها تصنع الأعداء. فليكن، لكنني سأختارهم. الحاشية، الخلفاء، الرعاة، الشركاء. رجال كثيرون حاولوا اختيار أعدائي وأصدقائي. يعلم الله أنني أسأت الاختيار في السابق. لقد أخفى نفسه جيداً، والشعراء بحاجة إلى رعاة، حتى العظماء منهم كالثعلب. حسناً، الخيارات أمامي. جيد، أوقات عصيبة تنتظرك. سأكون بخير، نجوت من 6 خلفاء، سأنجو من 6 آخرين. لا تقلقي يا سارة، سأتودد إلى من أحتاج إليه، لكنني لن أتقيد مرة أخرى. اجتماعات سرية، أسماء مستعارة، لا أثر للتنظيم هنا. ومع ذلك لديها ما تختاره من الرعاة. ربما رئيس التنظيم ليست عريبة نفسها، بل أحد معجبيها. رأيت ما يكفي من الثلاثة الذين أشك بهم. حان الوقت لأطلب مشورة روشيل وأنهي الأمر إلى الأبد.